عليكم شباب، كي داير؟ لاباس عليكم؟ صحه بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنشكر الناس بزاف اللي تابعوني في الفيديو الاخر اللي درت، وحتى اللايك حتى هويا. كنشكركم بزاف على الناس اللي داروا سبسكرايب، وكنشكر الناس اللي داروا لايك. هذيك سماتش ذا لايك بوتن، كنشكركم بزاف حتى نتوما يا عجبني الحال. وواخا كانوا بزاف ديال الاسئله اللي انا والتيم ديالنا ما قدرناش، يعني كيجونا 100 200 ميساج وما قدرناش نجاوبوا، كنحاولوا نجاوبوا عليهم. وكنقول لكم من هنايا عافاكم اللي صيفط شي ميساج غير يتسنى، لانه كاين بزاف الناس كيصيفطوا لنا لي ميساج الوغ ما غنقدروش نجاوبوا على كلشي في دقه واحده. اوكي، كنشكركم بزاف. في هذا الفيديو هذا كيف ما وعدتكم ان شاء الله بحول الله، غادي نهضروا على بلوكير اكسبريس والسيت اب ديال بلوكير اكسبريس باش تحيدوا الايتم لوكيشن. يعني كنا هضرنا على الفيديو الاخر ديال فلاكت اكونت، غادي نهضروا على هذا الفيديو كيفاش دير السيت اب ديال بلوكير اكسبريس باش يوليو تراك نمبرز اللي كيجيو في امازون يدوزو للستور ديالك الاي باي ويتحيد منهم الايتم لوكيشن ويوليو غير شيب فروم. على السيت اب كله غادي نهضروا عليه في الفيديو، خليكم معنا. ويلكم باك. الوغ في هاد الفيديو، في هاد لابارتي هادي الاولى، لابارتي الثانية اللي هنا دوزنا لابارتي الاولى، هاد لابارتي الثانية غادي نوريكم بريفلي كيفاش البروسيس كيكون، وغنديكم في ليكرون باش تفهموني تفهموا بالضبط البروسيس. اوكي، فيرست اول حاجة خاصكم ديروا، خاصكم تمشيو عند واحد السيدة في الفيسبوك، وغادي نحط لكم اللي لتحت ديال لاباج ديالها ولا الماسنجر ديالها باش كونتاكتيوها دايركتلي، اللي هي سميتها سو ريلا هارت. اوكي، هذا هو، هي سميتها اكزاكتلي، غتلقاها في الماسنجر وبلا ما تقلبوا عليها ما غادي تلقاو في اللين ديالها لتحت. اوكي، اون فوا غادي تكونتاكتيو سوريلا هارت، غادي تعطيكم ايميل ادريس، ايميل ادريس راه كتشوفوه في ليكرون. اوكي، غادي يبان لكم. اون فوا كتكونتاكتيو هذا الايميل ادريس هذا، غادي تصيفطوا باي ايميل $10. اوكي، كتصيفطوا $10، هذه سبسكريبشن. اوكي، ملي كتقيدوا معاهم في السيستم ديال بلوكير اكسبريس، اون فوا كتقيدوا معاهم $10، خاصكم تصيفطوا كونفيرميشن ايميل. اوكي، كونفيرميشن ايميل، كونفيرميشن برينت سكرين، هذاك واحد البرينت سكرين ديال من باي بال، كتصيفطوا له $10 باي بال، وكديروا له فوتو ديال هذيك $10 باي ايميل. ها انتم كتشوفوها في الفوتو. اون فوا كديروا هذيك الستيبس كتخلصوها، كتقول لكم غتبعوا واحد الستيبس اللي غنوريهم لكم، هو انه غادي ديروا ايميل سيت اب باش يجيكم تراكي نمبر تراكي نمبرز اوتوماتيك، غيجيكم لي غيجيكم لي تراك نمبرز اوتوماتيكلي. يعني اول حاجه كتكونتاكتيها، ثاني حاجه كتعطيك لادريس ايميل، وانا غنحط لكم لادريس ايميل، ها هي كي كتشوفوها كتصيفطها ليهم، كتصيفط $10 في هذيك لادريس ايميل، كتصيفط للسيريلا هارت برينت سكرين ديال انك راه خلصتي $10، من بعد كدير السيت اب ديال ايميل اللي هو كيعطيك. هذاك السيت اب ديال ايميل غادي نديروه ستيب باي ستيب، وغادي تشوفوا باش يولي كيجيكم تراكي نمبر اوتوماتيكلي، وشاك فوا باش نكوريكتي لكم لي زانفورماسيون. جو بونس كو غلط في الفيديو اللي فات، هو عندكم $10 equal 200 tracking numbers. اوكي، $10 it equals to 200 tracking numbers. اش كيوقع؟ انت كيجوك لي سيلز وكيجوك الاوردرز وكيجوك الايميلز اوتوماتيكلي، هذا الشيء كيتحسب عندهم اوتوماتيك. الوغ في الايميل غادي يجيك البالانس، شاك فوا كيجيك التراكينغ نمبر كيجيك البالانس. اش كيوقع؟ شان اون فوا كتقاد لك هاد ال 200 تراكينغ نمبر
تراكين تراكين كتعاود تخلص 10 دولار اخرى وكتبقى، ولكن ماشي شاك موا كتمشي لك هاد 10 دولار. مثلا سوا ديزون ليت سي فور انستانس يو يوزد 100 تراكينز في الشهر وغتمشي لك 100 اخرى. لا 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 كتخلص هذيك 10 دولار وكتزيدك 200 تراكين نمبرز بلاس 100 وانت غالي وما كيبقاش. يعني شاك فوا اون فوا كتلقى راسك انك قربتي سالك سولد اوتوماتيكلي كتمشي تدفع 10 دولار. وهذه بيرفكت سولوشن، ذا بيرفكت سولوشن باش 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 تحيد عليك هذا المشكل ديال 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 التراكين نمبر. يعني لان عرفنا كيف عرفنا وهضرنا في الفيديو اللي فات فيري امبورتنت باش ديروا التراكين نمبر. اوكي سو عطيتكم ان جنرال وات يو سبوست تو دو. اوكي وفي ال في ال في ال في ليكرون غنوريكم في البيسي ديالي اكزاكتلي هاو تو دو ات، ونوريكم ستيبس. يعني ما غاديش نوريكم هاو تو كونتاكت السيدة اللي هي سوري لا هارت، غادي كونتاكتو راه باين سيرتو لها في الماسنجر، قول لها حنا راه بغينا نديرو شفنا اسد، تقدروا ديروا هاد القضية هادي، تقول لهم راه حنا فروم اسد سبارت، راه ورانا في الفيديو كوم كوا انه نجيو نعطيكم، لان انا هدرت معاها دايركتلي وقلت لها راه غادي ندير واحد الفيديو على تراك روبوت سوري بلو كير اكسبريس، وقالت لي ثانك يو فيري ماتش. يعني عجبها الحال واخا الكونتنت بالعربيه، غادي نحاول ندير واحد الكونتنت توا بالانجليزيه، مي عجبها الحال. وشباب ملي تبغي تمشي تكونتاكتي السوري لا تقول لها حنا راه شفنا لو فيديو ديال اسد هضر عليه، وبغينا بليز ديروا بغينا نسبسكرايبو، غادي نقول لكم اوكي، غتعطيكم الايميل وغادي تصيفطوا 10 دولار وهذيك ستيبس كلهم غادي يمشيو لهم في ليكرون. اوكي سمحوا لي على الفيديو تعطلت، اوكي لانه سجلته وقع ليه كراش، ومع الاسف عاودته من الاول وجديد، وغادي نعاودو مره اخرى لان كياخد الوقت في الابلود والايديتين وكياخد شويه الوقت. اوكي سمحوا لي بزاف. الوغ كتشوفوا في هذا السكرين، هذه هاد السكرين هذه كتجي كتكليك على ساند ساند ان ريكويست رايت، سو كتجي لهنايا في هاد لاباغ هادي، في هاد لاباغ هادي كتهز هاد الايميل هذا كتهزو هنا وكتحطو كوبي هاوا، كدير بارسل كريديت ات بلوكير دات اكسبريس. اوكي هوب اتس كلير، وكدير نيكست. اورايت سو هنايا كدير 10 دولار، اوكي هاي يو اس دولار اوريدي. هنا كدير شيبين سيرفيسز، تقدر دير لي عجبك. اوكي كتجي نيكست، كتجي كدير كونتينيو. اوكي كونتينيو رايت. سو هنا كيقول لي يوز 3 دولار من باي بال، وكيقول لي واش بغيتي تستخدم هاد لاكارت هادي. كنقول اوكي كندير بريفيرد، كنجي ندير انا بغيت نختار هادي، كندير هادي ميك هادي هي بريفيرد بيمنت، وكندير نيكست. اوكي كنجي لهنا كيعطوني هاد جريت بريتن. اوكي جريت بريتن كنجي كندير لها تشانج سورس بحال هكا، كندير بحال هكا، كندير هنا 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 تشانج، كندير تشانج وكندير بحال هكا، كندير نيكست. اوكي كتولي عندي دولار، يعني خاصني نصيفط دولار، ما تصيفطوش بالباوند، جريت بريتن باوند ما تصيفطوش بيه، لان تصيفطو جريت بريتن باوند غادي يديو لكم الاكستشانج ريت، يعني باش كيبدلو الكرنسي. اوكي من بعد كدير كليك هنايا، كتكليكي على هذا البوطون هذا. اوكي اون فوا كتكليكي على هذا البوطون هذا كيطلع لك واحد السكرين، كيطلع لك واحد السكرين اللي هي هادي. هاد السكرين هادي كتبان لك هنايا، ها هو شتيها، هاي يو هاف سنت 10 دولار تو بارسل ات بلوكير اكسبريس. اوكي هاي كتبان لك هنايا يو هاف سنت بارسل ريكويست، صافي كتصيفط لك هادي. اون فوا كتخرج لك هاديك، اوكي اون فوا كتسالي هاد ليطاب ديال باي بال، يور دان فروم باي بال، كتخرج من باي بال كتجي لا بواط ايميل ديالك، وكتجي كتجي هنا سيتينغز. اوكي كتجي كتجي سيتينغز،
Okay, so first step كتجي لهنا forward and POP. كتكليك على forward POP. Okay, هنايا وكتجي كدير add a forwarding address. انا ديجا انا مشتو هاي كاين هنا ديجا هاي ديجا هنايا. Okay, كنجي كنكليكي add a forwarding address. Okay, وكنجي كنكليكي add الادريس هادي. كنجي نحطها هنايا هاي اوكي كنجي نحطها هنايا اوكي كنجي كندير نيكست اوكي عطوني هما كيقولوا لي هنايا راه اوريدي كاينه اوكي نتوما غيعطيكم نيكست كنجي ندير نيكست كيعطوني هنا دان اوكي كندير دان يعني دابا انا عندي ديجا كاينه هي شتي بلي سبيسيفايد يعني ملي كندير بحال هكا كيقول لي راه ديجا كاينه لان هي هادي شتي ديجا كاينه يو اوريدي هاف ذا فوروردين ادريس اللي كتشوفوها هنايا اوكي كندير دان 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 كنكليكي وكطلع ليا هنايا كنجي لهنايا فلتر اند بلوك ادريسز ها هي كنكليكي على فلتر بلوك ادريسز وكندير كرييت نيو فلتر انا ديجا كرييت نيو فلتر ها واش تي هو هذا كنجي كندير كرييت نيو فلتر اوكي وكنجي ندير هنايا فروم كاع الايميلز اللي جايين اللي جاييني من هذا من هذا من هذا شيبمنت تيغي tracking at amazon.com وكندير كرييت فلتر كنكليك على كرييت فلتر وكيخرجوا لي هاد لاباج هادي هاد لاباج هادي كنجي هنا هنا فورورد تو ونكليكي كلاينت شتا كلاينت ديسباتش اللي اجوتيت في الاول هي هادي وكنكليكي فورورد تو شتا اوكي وكندير كرييت فلتر اوكي هي فلتر دان شتا اوكي هي دان صافي ان فوق كندير هاد لاب هاد الاوبشن هادي يعني سهلة كنجي الاول فورورد ان بي او بي وكنحط هاد لادريس هادي اللي هي انا غنوري عليكم ايتاب باغ ايتاب ها نتوما باش تفهمونا الوغ الايميل فيرست ستيب هي كنصيفط 10 دولار لهاد بارسل كريديت ات بلوكير اكسبريس هي الاولى سكند ستيب هو كنكريي هادي اللي قلت لكم عليها هاد فورورد ان بي او بي هي هادي اللي كنديرها هنايا كنجي لها لهاد اد فوروردين ادريس وكنحط هاد الاد فوروردين ادريس تمايا اوكي وستيب نمبر 3 هي فاش كنجي ندير هاد الفلتر ان بلوك اوكي وريت عليكم معايا فلتر ان بلوك كنكريييت فلتر وكنكريييت فلتر كنجي لهنا وكندير لها بحال هكا هي شيبمنت اللي هي هادي اللي خدام باليو اس اي ايديت دات يو اس اي هاي شتا يو اس اي كوم دات كوم اللي خدام باليو كي يدير دات كو دات يو كي واللي خدام جيرماني يدير جيرماني واللي خدام فرنسا يدير اف اف اوكي ستيب الاولى صيفط 10 دولار ستيب الثانيه حط فورورد ايميل ادريس وستيب الثالثه هي سيليكسيوني هادي وبلوك ادريس كل ايميلات كلهم ما يمشيوش عندهم غير هذا اورايت غير هذا بوحدو اللي يوصل ليهم في الادريس ايميل ديالهم هما باش يقدروا يتراكيو ليا النمبر وكندير كرييت فلتر كوريتكم وكنجي نكري سيليكسيوني هادي اللي كرييت في الاول وندير اد forward into and click filter okay it's done it's very simple okay so step الاخرى بعد ما كديروا السيت اب ديال الايميلز فوروردين وهذاك الشيء كنجيو لهادي كنصيفطوا السوري لا هارت في الماسنجر ديالها في الفيسبوك يوريتكم هاد الايميل هذا هاد البرينت سكرين ديال انه راه صيفطوا لها هاد صيفطوا لها 10 دولار البارسل كريديت اد بلو دات اكسبريس كنصيفط لها هذه البرينت سكرين هي الاولى هذه فيرست برينت سكرين سكند برينت سكرين اللي كنصيفط لها هي كنصيفط لها هذه اللي درنا حنا في ليطاب الثانيه من بعد ما صيفطنا الفلوس من باي بال كنصيفط لها هذه شتي كتبان لك هنا بالزرق هذه فوروردين اند بي او بي هذا الفوروردين كان بي لها هذا الشيء فهمتيني هذا السكرين كامله كنصورها عليها اوكي راه كيبان لها هي عندها ديتيلز كتعرف بيا في السيستم عندها شكون اللي خلص وشي ما خلص وداك الشيء كنصيفط لها هاد السكرين هادي انكم كورا درت فورورد قال ايميل ديال سميتو درت فورورد لهاد الايميل هادي يعني عطيتهم لوتوريزاسيون باش يوصلوا من الايميل اوكي هادي هي البرينت سكرين الثانيه اخر برينت سكرين هي هادي هاد اخر برينت سكرين كنبين لها هاد الفلتر اند بلوك ادريسز معنيتها كنقول لهم انه انا راه فورورديت لكم من هذاك الايميل ديالكم من هنايا فورورديت وفورورديت لكم غير هادي لانه درنا اكسكلودد انه shipment tracking.com اوكي وكندير فورورد تو كلاينت نوتيفيكيشن ات بلو دات اكسبريس هادي برينت سكرين الثالثه معني ثلاثه ديال البرينت سكرين
ثلاثه البرينت سكرين اللي كنصيفط ليها باش نابروفي انه راه صيفط لها الفلوس ودرت هذوك السيت اب وكنصيفط لها ادريس ايميل ديال الباي بال باش خلصت وهي كدير لي اكتيفاسيون ونقول لها انه عافاك ديري لي كاع التراكين نمبرز كلهم التراكين نمبرز كلهم اللي جاوا من امازون يعاودوا يتبدلوا للبلوكير اكسبريس اوكي راه غادي غادي ات ويل كوست يو 0.05 دولار يعني الا خدينا 200 دولار قسمنا على 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 با الا ضربنا 0.05 ضربناها في 200 غتعطينا 10 دولار اوكي فوالا فوالا غتعطينا 200 دولار اوكي علاش حنا هادشي كله كنديروه انا نعطيك واحد نعطيكم واحد ليكزامبل اللي هو خديته هنايا اوكي عندي هادي ها هو كي كتشوفوا هادي هادي ديال الاي باي اوكي ها هي ديال الاي باي عارفين كلنا عارفين الاي باي اوكي عندكم هنا ايتم ها هي الايتم واز ديليفرد هاي هنايا ديليفرد تاع ديليفرد وهنايا هو بلوكير اكسبريس نمبر هو هذا اوكي ها هي بلوكير اكسبريس بلوكير اكسبريس تراكي نمبر هو هذا هو كيبان لك باكيج هاز شيب تما كيبان لكش اللوكيشن اللي نتشيبا الباكيج ارايف ات فاسيليتي ات كارير فاسيليتي باكيج هاز ليفت كارير فاسيليتي باكيج ارايف ات كارير فاسيليتي كيبقى كيمشي معاك ما كيقولكش لي ديتيلز فين كاين حتى الديليفرد حتى توصل هاد السيكسيون ديال اوت اوف ديليفري عاد كيبان لك انه راه وديليفرد لهاد الادريس هاديك اللي حنا عاطينهم اللي كاينه في الادريس اوكي هادي ديال بلوكير اكسبريس ملي جينا نشوفو ديال يو بي اس ويو اس بي اس هاد التراكين نمبر كيبان لك انه انت هي ايتم لوكيشن شتي ها هو الايتم لوكيشن كيبان لك كي ان تي دبليو اي يونايتد ستيت اوريجين اوريجين سكان عاد كيقول لك يو بي اس تي يونايتد ستيت بروسيس ريليف تو فور يو بي اس معني ترى كيتسنى يو بي اس كيتسنى الباكيج كيمشي معاك ايتاب باغ ايتاب شوفهم ها هما كاع لي زيتاب كيبينهم لك في ستيتس يعني هنا WA هنا WA KY KY TN TN NC NC كيوريك منين جاي يعني حنايا هادشي ما بغيناش حنا بغينا غير هادشي حنا بغينا انه بينا هادشي ويبينا انه ديليفرد والسلام عليكم داكشي علاش حنايا دايرين هاد لوبسيون هادي اوكي جيسبر كو فهمتوها مزيان واحد الحاجه اللي بغيت نتطرق لها فيت في معنيتها هي فاش كندير اد تراكين نمبر اوكي باش اد تراكين نمبر ها هو انا جيت لهاد البلاصه هادي خاصني ناجوتي تراكين نمبر كيقول لك الناس بزاف كيقول لينا انه تيقولوا انه تراكين نمبر ديال بلوكير اكسبريس ما كيتحطش لينهم في سميتو في ايباي نو ها هي غنديرها هنا قدامكم هاي حطيت بلوكير اكسبريس تراكين نمبر وكنجي هنا وكندير بلو وكتطلع لي بلوكير اكسبريس كندير لها انتر هي تراكين نمبر بلوكير اكسبريس اوكي فوالا كندير سيف فوالا ريكويست از باد ماشي مشكل نعاودها هاي اوكي كنجي هنا كندير تراكين نمبر كنجي هنا وكندير بلو اكسبريس وكندير سيف او ادس كول اوكي سو ايتاب ساهلين غتنفعكم بزاف في ايتم لوكيشن هادي بالنسبه للبلوكير اكسبريس بالنسبه للتراكر بوت غادي ندير فيديو واحد اخر عليه ولكن جو بونس راه ساهل من اسهل الحوايج غادي ندير عليه جو بونس واحد الفيديو اخر كول داكوغ كي شفتوا الشباب دابا يا ستيب سهله اوكي شرحت لكم ستيب باي ستيب اوكي هادي ذا موست ايزيست ايزيست واي او سفيشنت يعني ستيب سهله كتمشي عند السيده كتكونتاكتيوها كتسوتو لها 10 دولار كديروا ستيب اللي وريتكم وفي الاخر في ليطاب الاخرى كتصيفطوا ثلاثه ديال برينت سكرين برينت سكرين الاولى ديال البرينت سكرين الاولى ديال 10 الدور انكم صيفطوها ليها البرينت سكرين الثانيه هي ديال البي او بي والبرينت سكرين الثالثه هي ديال انه فلترد ذا فلتر يعني تري برينت سكرين وهانتوما مهنيين من القضيه ديال ايتم لوكيشن اوكي وراه سهله رايت سو غادي نديروا واحد سيري فيديوز جاي ان شاء الله مستقبلا اوكي غير صبروا علينا شي شويه لانه عندنا بزاف ما يدار اوكي then thank you very much for watching and I'll see you in another video see you when I see you بسلام